متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من الفتوى قضية الاجرام على قناتكم قضية اليوم او AMS TV. بدايه وكيف ديما وكيف عودناكم، كنبغي نوجه الشكر للمتابعين ديالنا داخل ارض الوطن وخارجه. تحيه كاع الناس اللي خلونا تعليق زوينه والناس اللي كيدعمونا وكيشجعونا، شكرا لكم بزاف. الناس اللي عاد تلحقوا بنا على قناه قضيه اليوم، فهي قناه مختصه في القصص والملفات البوليسيه اللي وقعوا قرى او مدن المملكه. الناس اللي مازالين ما تابوناوش معنا واول مره كيشوفوا القناه، تابوناو معنا باش يبدا يوصلكم الجديد ديالنا. واللي كيتفرج في الحلقات ديالنا يحاول يكثرنا من لايك او من جيم باش المحتوى يطلع ان شاء الله ويبدا يوصلكم كاملين. كذلك كثروا لنا من التعاليق باش هذا المحتوى هذا نوصلوا في النشر ديالو. ما نطولش لكم متابعينا الكرام وندخلوا معكم سرد اطوار جريمه اليوم. متابعينا الكرام، القضيه ديال اليوم او الجريمه ديال اليوم ما غاديش نذكر لكم المدينه اللي وقعت فيها، وانما غادي نعاود لكم الحيتيات ديال هذه الجريمه. هذه الجريمه وقعت في واحد المدينه اللي هي كبيره، مدينه اللي كتوفر على المدينه العتيقه. حنا في المغرب عارفين داك اللي كنقولوا حنا المدينه القديمه. واحد الصباح بقاد داك 8:30 الصباح، شي ناس خارجين من المدينه القديمه، راك عارفين المدينه القديمه كيخرجوا يخدموا على راسهم، شي كيمشي للموقف، شي يمشي يخدم في البنيه، شي كيخدم هنا. واحد جوج ديال الناس ساكن في المدينه القديمه خارجين في الصباح غاديين يتوكلوا على الله. الدروب ديال المدينه القديمه راكم كتعرفوا كيكونوا ضيقين. هاد الناس هادو خارجين، راك عارفين الصباح مازال الحال بارد، غادي يوصلوا لواحد راس الزنقه. ديك الزنقه كانت خاويه، غادي يلقاو واحد الشاب تكون في العمر ديالو داك 27 سنه 28 سنه. هاد الشاب هذا تضح لهم بانه ميت. علاش؟ مضروب في العنق ديالو، اي مذبوح في العنق ديالو، وعنده ضربه على مستوى الكيلي ديالو. هاد الشاب هذا ما كان لابس حتى شي حاجه، يلاه لابس داك الشورت، السيد عريان. انا هاد جوج الناس غادي يخبروا الناس ديال الامن. جاو الناس ديال الامن تما على وجه السرعه، لقاو شي ناس بداو كيتجمعوا داك الجريمه، صافي بداو كيكتشفوها الناس واقفين تما. شنو واقع؟ شكون اللي شاف هاد الجريمه الاولي؟ حنا سيدي كيفاش لقيتوها؟ ها كيفاش مزيان. هنا غادي تخبر النيابه العامه تقول لهم فتحوا تحقيق وعطاتهم كامل الصلاحيات لرجال الامن باش يبحثوا في هذه الجريمه هذه، لان جريمه ديال القتل. غادي يجيو الناس ديال التشخيص القضائي والناس ديال مسرح الجريمه باش يهزوا من تما الا كاين شي دليل او شي حاجه اللي تقدر تفيد في التحقيق في هذه الجريمه هذه. المعاينات الاوليه اللي داروا تما الرجال ديال الامن والناس ديال التشخيص القضائي، قال لهم السيد ما حتى شي وثيقه او شي حاجه اللي كدلي شكون هو. اي السيد مجهول الهويه، السيد مقتول ما معروف شكون هو. سولوا الناس ديال داك الحومه تمايا واش هاد السيد عندكم؟ السيد لا ماشي معندنا. كيعرفوا شي واحد؟ لا سيدي ما تعرفوا حتى شي واحد. مزيان. هنا اول حاجه غتتضح لرجال الامن بليهم بان السيد ما مقتولش تما، اي تقتل في جهه اخرى وجابوه لحوه تما. علاش؟ لان ما كاينش اثار ديال الدم في داك البلاصه اللي قاو فيها هو. هنا يكون تقتل هاد الشاب هذا في هاد البلاصه، غادي يلقاو بزاف ديال الدم تما، ولكن كاين واحد شويه ديال الدم بين السيد ما تقتلش تما، تقتل في شي بلاصه وجابوه ولاحوه تما ومجرد من الملابس ديالو. هنا تهزات الجهود تنحو حوم مستودع الاموات قصد التشريح للوقوف على ملابسات الوفاه، وغادي تفتح تحقيق في هاد القضيه هذه. مازالين رجال الامن في هاد الجريمه هذه، غادي توصلوا واحد الاخباريه ما عنده واحد السيده بان لقاو عندها او لقات هي في المنزل ديالها شي بنت مقتوله. غادي ينتقلوا الناس ديال الامن والناس اللي وقع الناس الامن او الدائره الامنيه اللي وقعت عندهم هذه الجريمه هذه ديال هاد الشاب اللي لقاوه مقتول على الصباح. غادي يمشيو رجال الامن لعين المكان، غيلقاو واحد السيده تكون في العمر ديالها داك 50 سنه. شنو شريفه شنو واقع لك؟ قالت لهم اودي شي وحده ميته لي في الدار. وكيفاش شي وحده ميته في الدار؟ ما كتعرفيها ما والو. وقالت لهم سيدي ما كاين ما نخبي عليكم، انا عندي هنا شي بيوت كنكريهم شي واحد اللي جاب شي وحده. اي هاد السيده هادي دايره وكر للضحاره، بحال دابا شي واحد مع شي وحده كتكري له داك البيت كيبات فيه او يومين او ثلاث ايام يقضي الغرض. الله يعاون هاد السيده كتقول لرجل الامن، اودي انا هاد الشاب هذا كنعرفو، جا كلام عندي هو واحد البنت، بان لي السيد ما جاش وما ظهرش، جيت كندق ما كيفتح لي حتى شي واحد. واحد اللحظه عندي انا الدوبل تسرت، فتحت الباب، كتبان لي هاد الشابه هادي مقتوله ومحيدين لها هي الملابس ديالها، يلاه لابسه داك الملابس الداخليه. هنا رجال الامن غادي يعتقلوا هاد السيده لانها كتكري لواحد اخر او كتكري الناس كتشجع على الدعاره كما كنقولوا. غادي تعتقل هاد السيده وغادي يحقوا معاها.
كتعرفي هاد السيده اللي ميته هنا سيدي ما تنعرفهاش، ما تعرفيهاش لا سيدي ما تنعرفهاش، وشكون داير الكلام عندك؟ واش كتشدي ما عنده شي بطاقات ديال الهويه ديالو او كذا؟ قالت له ما سيدي بالفعل هاد السيده اللي كرم عندي راه عطاني البطاقه الهويه ديالو او عطاني النسخه من البطاقه الهويه ديالو، جيبي لنا هاد النسخه هادي. فاش غتجيب لهم داك النسخه ديال بطاقه الهويه غيتضح لهم بانه هو داك الشاب اللي لقاوه مقتول في الدروب ديال المدينه. واش هو فلان؟ قلت له سيدي هو فلان. ايه مزيان، هذا بدا كيبان بان الجريمه هذه كيتضحوا الخيوط ديالها. تزاد داك الجثه ديال داك الفتاه، وداك الفتاه مقتوله بنفس الطريقه اللي تقتلات بها اللي تقتل بها الشاب، اي مضروبه في العنق ديالها ومضروبه في الكيلي ديالها، وتا هي مجرده من الملابس ديالها. مزيان، تزاد الجثه نحو مستودع الاموات. تخبرتني يا بهما صحف تحقيق في هذه القضيه وشكون اللي قتل هاد الناس هاد. هنا التخمينات الاوليه ديال رجال الامن، تاكد لهم بان هاد الجريمه هذه ما غاديش يكون ارتكبها شخص واحد، غادي يكون ارتكبوها بزاف ديال الناس. علاش؟ لان السيده مقتوله في واحد الدار، وهذاك الشاب اللي كان معها مقتول حتى هو بنفس الطريقه ومليوح في جهه اخرى. واللي الغريب في الامر في هذه الجريمه هذه، حتى داك المنزل او داك البيت اللي لقاو فيه هذه البنت هذه مقتوله ما كاينش اثر ديال الدم بزاف. الدم كيفاش؟ الدم هادو ما فيهمش الدم، كيتقتلوا ما فيهمش الدم، كاين غير قل شويه ديال الدم. واش قتلوا في شي جهه اخرى وهذه جابوها لهنا لوحوها والاخر داو ليه؟ الخيوط ديال الجريمه ما توضحوش. هنا كما قلنا عطات هذيك السيده اللي عندها داك المنزل كتكريه لهاد الناس هادو، عطات رجال الامن داك النسخه ديال البطاقه الهويه. فاش عطاتهم النسخه ديال بطاقه الهويه، هاد السيد هذا ماشي ولد المدينه، اي الشاب اللي لقاوه ميت او مقتول ماشي ولد المدينه، ساكن في مدينه واحده اخرى. اش كيجي يدير هنا؟ علم لله. هنا غيجي التقرير ديال التشريح الطبي. التقرير ديال التشريح الطبي كياكد بان داك البنت وهاد الولد كانوا قبل ما يتقتلوا شاربين، اي سكراني، جوج بيهم كانوا سكراني. العمليه اللي تقتلوا بها ماشي هي الضربه ديال 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 الموس، وانما تقتلوا بضربه على مستوى الراس، اي شي واحد ضربهم للراس ديالهم ضاخو عاد قتلهم، لان كانوا مفوتين في الشراب، غير كضرب شي واحد مفوت في الشراب صافي طاح الارض عاد قتلوه. مزيان، كانت هذه معلومات مهمه. ما كانش شي ممارسه قبل ما يموتوا، ما كانش شي ممارسه بيناتهم. علاش هاد الناس عريانين؟ علاش كذا؟ ما مفهومهاش القضيه هادي. هنا اللي زاد فاد به التقرير ديال التشريح الطبي بان هاد الشاب هذا اللي لقاوه مقتول بين اما كيخدم ميكانيك او كيخدم سيكليس. علاش؟ لان الاظافر ديالو لقاو فيهم واحد الكحوليه ديال الزيت، بحال ديك الطوموبيلات فاش داك الميكانيك فاش كيكون كيصب الطوموبيلات كيبقى ليه داك الاثار ديال داك الزيت المحروقه اللي كنقولوا حنا، كاين داك الكحوليه في الاظافر ديالو، واخا تيحيد الفران ديالو تيبقاو ليه داك الكحوليه بين الضفران. مزيان، هنا هذيك الشابه فاش عرضوها على ديك السيده اللي كرات ليهم، قلت لهم سيدي ما كنعرفهاش وما كنعرفهاش فين ساكنه، ولكن الشاب تنعرف كيجي عندي مشي مدينه اخرى وتنكري ليه، ماشي اول مره كنكري ليه، راه كيجي مع من تيجي هاد الشاب هذا؟ وسيدي كيجي غير مع هاد البنت، وكيجي مع واحد البنت واحده اخرى. كيدير هاد البنت؟ واه سيدي ها كيديرها وها كيديرها وها كيديرها، كتعرفيها سيدي ما تنعرفهاش، شحال هو كيجي معاها؟ وسيدي راه مدها وتيجي معاها وتيدخل وكيقضيو الغراض الله يعاون. هاد المره ما بقاش كيجي معاها ولا كيجي مع واحده اخرى. كيدير هاد البنت هادي اللي كان كيجي معاها وما بقاش كيجي معاها؟ قالت لهم سيدي طويله وهاك المواصفات ديالها، الشعر ديالها راه صابغها بالصفر وكتلبس جلابه وهي بيضاء في الوجه ديالها، وهاد الطول ديالها كيديرها كيداير. هنا هاد المواصفات ديال هاد البنت اللي عطاتهم ما معروفاش شكون هي. دابا عندهم هما جوج ديال الجثات، جثه الشاب اللي عرفوه فين ساكن وعندهم العنوان ديالو غينتقلوا لعندو، وكاين البنت الاخرى ما معروفاش شكون هي. هنا غادي تعتقل هاد السيده كما قلنا اللي دايره وكر الدهار، غتعتقل وغينتقلوا رجال الامن للعنوان ديال داك الشاب. فاش غادي ينتقلوا لهاد المدينه هادي اللي ساكن فيها هاد الشاب اللي لقاوه مقتول؟ هي مدينه بعيده على المدينه اللي لقاوه فيها مقتول. بعد اول حاجه بعيده حوالي بشي 5 كيلومتر. اش كيجي يدير هاد الشاب هنا؟ علم لله. انتقلوا عندو للمنزل، لقاو العنوان دايروا على العنوان ديال عائلته، دقوا عليهم كيسكن تما باه ومو وخوتو، السلام عليكم. السلام، هنا كيسكن فلان سيدي، هو داير لاكارت على العنوان ديالنا هنا ولكن هو ما ساكنش هنا. فين ساكن؟ هو ساكن في الدرب اللي مورانا. اش كيدير ولدكم؟
سيدي ولدنا ميكانيك. هنا التخمينات ديال رجال الامن الاوليه بينت بان راه صحيح هذا السيد هذا كيخدم اما ميكانيك ولا سيكليست، كما قلنا الاظافر ديالو فيهم داك البقايا ديال الكحوليه اللي كيكون شي واحد خدام في الميدان، وتحيه لهاد الناس اللي خدامين في الميدان كيبقى لهم داك الليطراس ديالهم. هذا اين؟ قال لهم الولد ديالكم فين هو دابا؟ قال لهم سيدي ما نعرف. كيفاش ما نعرف؟ ما كاينش مع الزوجه ديالو؟ وقال لهم سيدي الزوجه ديالو هي راه معانا، راه الدار خلاها خاوي، راه شي يومين هادي باش سافر، قال كيمشي لشي مدينه البلاصه الفلانيه وراه ما رجعش. ايوا وسيدي الولد ديالنا الله يهديه هكاك داير. كيفاش هكاك داير؟ شنو كيدير هاد الولد؟ وقال لهم سيدي الولد ديالنا مزوج وعندو جوج ديال الدراري، راه سامح فيهم وعطيها الشراب والبنات وهذا، وكنا نوبه هنا ومدابز مع هاد المراه وسامح فيها وسامح في الكرا، وحنا اللي راه حنا كنتقاتلوا كنخلصوا ليه الكرا ومعيشين مع داك معانا داك بنت الناس اللي سامح فيها، وهادشي اللي كاين. مزيان الولد ديالكم فين عنده المحل؟ سيدي راه ما عنده محل. ايوا مع من خدام؟ خدام سيدي مع واحد السيد بلاصه فلانيه. يلا وريونا هادشي. كيمشي معاه، مشى مع رجال الامن اخ الضحيه. وصل تما لقى واحد السيد راجل كبير سولوا على هاد السيد هذا اللي لقاوه مقتول. السلام عليكم. السلام. قالوا سيدي مرحبا، واش كيخدم معك فلان؟ قالوا سيدي كيخدم معايا. وفين هو؟ قالوا سيدي شي يومين راه ما بان، ما عرفتش فين مشى كذا. قالوا سيدي الله يهدي داك الولد، حتى هاد المعلم ديالو تيتشكى منه. قالوا له علاش الله يهدي؟ شنو واقع ياك؟ ماشي مشكل. قالوا سيدي داك الولد الله يهديه هكاك داير، عينا ما نديرو فيه خير ونقولوا له جلس ودير عقلك وكذا، هذاك الولد راه من النهار اللي بديت انا الخدمه راه جا كيخدم معايا خدام، بدا كيتعلم حتى ولا معلم ورجع كيخدم معايا. فاش رجع كيخدم معايا بدا كيدير المشاكل، الكليه اللي جات يدابز معاهم بزاف الكليات مشاو بحالاتهم غير على مسبتهم. وعلاش مشاو؟ شنو المشكل؟ قال لهم سيدي كيسرق البياس، الا شي واحد جاب شي طوموبيل ديالو كيهزلو من البياس منه، مع هو ميكانيك وكيعرف كيفاش، كينقص هادي وكيديهم يبيعوه. ايوا راه ماشي هادشي اللي كاين. مزيان. ثم ما عرفتوش فين مشى فين كيمشي. قال لهم سيدي ما عرفناش جاي، ما سولتو جاي فيه؟ سيدي سولنا فيه، قال لك اودي راه ما ظهر شي، حتى جيتو دابا كتسولونا عليه. مزيان. كانت هادي هي الهضره ديال داك المعلم اللي خدام معاه، هاد الولد هذا اللي لقاوه مقتول. الولد عنده واحد السمعه اللي هي خايبه، كيشفر البياس ديال الطوموبيلات، تيدابز مع داك المعلم ديالو، مهم انسان اللي هو خبيث بهذا المعنى. هذا هنا رجال الامن غياخذوا واحد المعلومه من الاخ ديال هاد الضحيه. قال لهم ودي انا راه واحد النهار راه مشيت مع البلاصه الفلانيه. فين مشيت؟ مع المدينه اللي لقيتهم مقتول فيها. ايوا. قال لهم سيدي كيتعامل تما مع شي مول البياس، عنده واحد مول المحل تما تيمشي عنده. واش كيمشي يدير عنده؟ وسيدي الا خصاتو شي بياسه ولا شي حاجه كيمشي عنده. قالوا له غتمشي معنا تورينا هاد مول البياس هذا فين كاين. غيمشي الاخ ديال الضحيه مع رجال الامن للمدينه اللي لقاو فيها مقتول، غيمشي غيوريهم داك مول البياس. قال لهم سيدي هذا هو السيد اللي واحد النهار جينا انا وياه وجاب له شي بياس ودا منه شي حاجه. مزيان. سولوا داك السيد. السلام عليكم. السلام. انت كتبيع البياس؟ سيدي كنبيعو. كيجي عندك السيد ها كيديرها وسميتو فلان؟ قال لهم سيدي كيجي عندي، وراه هادي شي يومين راه جا عندي وراه عطاني شي بياس هنايا، وراه جا تخلص مع ديك الوقيته ديال السد العشيه، تخلص مع كيجي كيحط ليا داك البياس اللي كيجيب ليا، ومن بعد عاد كيرجع يدي الفلوس. حتى كنحسبهم انا وشو شحال سوى الثمن ديالهم وكنعطيه فلوسهم. مزيان. وانت البياس تعرفو مين كيجيبو؟ وسيدي انا اللي عارف بانه هو تيمشي للدار البيضاء وتما تيجيب شي بياس، داك البياس اللي كنبغيهم انا كنقول له ودي جيب لي هادي وجيب لي هادي وجيب لي هادي، وهو تيجيبهم لي تيبيعهم لي. هنا باين بان هاد الشاب هذا اللي لقاوه مقتول كان غير كيبغي هاد مول المحل هذا شي بياس، كيدوموندي ليه مول المحل على نيتو، كيسحابو راه بالفعل راه في الدار البيضاء، الا بغى شي بياس يجيبها ليه. ولكن الشاب شنو تيدير؟ ما كيمشي للدار البيضاء لا والو، هو عايش في مدينتو، جاب له شي واحد شي طوموبيل الاخر خصو شي بياسه، كيقلع عام داك الطوموبيل ويقاد له ويمشي يبيعها للاخر. هنا اتضح لهم. ولكن السيد مول المحل ما فراسوش بان راه كيشري مسروق. هنا رجال الامن قالوا غادي نسولوا هاد السيد مول المحل. سولوا قالوا ودي نتايا هاد السيد هذا فاش كيجي عندك؟ كيجي عندك بوحدو؟ قالوا لا سيدي، عاد تيجي معاه واحد البنت، وراه الليله اللي جا عندي باش تخلص الفلوس راه جا معاه واحد، جات معاه واحد البنت. كيدايره هاد البنت؟ وسيدي ها كيدايره، ها كيدايره بنت طويله لابسه جلابه في اللون الفلاني، الشعر ديالها صفر. عطاهم المواصفات ديال داك البنت اللي قالت لهم داك السيده اللي كتكري، اللي قالت له المحل
نفس المواصفات عطاهم هذا السيد هذا. قال لي بنت هذه ما كتعرفهاش انت ولا؟ قال له ما سيدي ما تنعرفهاش. انا تيجي عندي ومؤخرا جا عندي ميقات داك الوقيت هذا المغرب لقاني تنشد، عطيتو داك البركه ديالو اللي دي ديال البياس اللي جاب ليا ومشى بحالاته مزيان. الى رجال الامن ما توصلوا شي نتيجه. السيد هو عرفوا العائله ديالو ما عرفوش شكون قتلو، ولكن داك البنت اللي انفرد هاد البنت هذه اللي كتجي معاه هي اللي ارتكبت هاد الجريمه، وهذيك البنت اللي جات معاه ماشي هي ديك البنت اللي لقاوها مقتوله معاه، اي وحده اخرى كون هي ارتكبت الجريمه هذه. يعني ما غاتلوش داك الشاب من داك الدار وتلوحو في داك البلاصه وعريان وكاع. اذا شي خيوط هنا ما مفهوماش. قلب هنا قلب هنا قلب هنا، رجال الامن ما توصلوا حتى شي نتيجه، ما توصلوا حتى شي نتيجه، ما تصادحت حتى شي امور. دازت على هاد القضيه هذه شي 3 شهور، سلموا الجثث للعائله ديالهم، لقاو العائله ديال داك البنت حتى هي توصلوا ليها، حقوا معها ما عرفوا شي بان البنت عندها شي صاحبتها ولا شي حاجه ولا كذا. هنا باش نختصر لكم، تدفنوا الجثث، قال بحث جاري على مرتكبي هذه الجريمه هذه، بقات هذه القضيه هكذا ما توصلوا شي نتيجه. في نفس الحي اللي ترتكبت فيه هذه الجريمه هذه داز كما قلنا شي 3 شهور. واحد الصباح ميقات داك 11 الصباح 11:30 توصلوا شي مصالح الامنيه او داك الناس اللي مختصين كنقولوا لهم حنا الشرطه السياحيه، بان واحد السيد هو الخطيبه ديالو تيتسوقوا تمايا تيشوفوا شي حاجه هنا شفنا شفنا، تعرضوا للكريساج مباشره. شي وحدين جوج ديال الشباب جبدوا تما عليهم السيوفه وداو لهم داك الرزق ديالهم، انتقلوا تما المصالح الامنيه، سول 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 سول، ما توصلش حتى شي نتيجه. ما بغاوش يقولوا لهم داك الناس شكون هما هادو اللي ارتكبوا هاد الجريمه هادي، علاش؟ لان تسولوا يقدر من غدا يجي ليه هو يقزرو. ما خصكش تسولوا غتسولوا مباشره تقول له شكون اللي ارتكب هاد الجريمه هادي، يقول لك راه فلان. لا ما غاديش يجاوبوا شكون اللي ارتكب سيدي الجريمه ما نعرف. او كيسولوا تما كيسولوا، سمعوا لذاك السيد هو الخطيبه ديالو، قال لهم المواصفات ديال هاد الشباب هاكي دايرين هاكي دايرين هاكي دايرين، هنا كاينين المصالح الامنيه اللي كتبحث في هاد القضيه هادي. طلعوا كيبحثوا في داك السيكتورات، مشاو الناس ديال الشرطه القضائيه، قلب هنا قلب هنا قلب هنا حتى غيتوصلوا للعناوين ديالهم. توصلوا بان اللي كريساو هو فلان وفلان. مزيان، فاش غادي يوصلوا ليهم غادي ياخذوا واحد الامر وغادي يمشيو يعتقلوهم. بقاوهم جالسين جالسين ما مسوقينش، جالسين في واحد راس الدر كاع يقولها وضحك عليها، نوض معانا انت ونوض معانا انت. داوهم قالوا لهم زعما صحابكم ما غاديش نوصلوا ليكم، ما غاديش يعطيونا العنوان ديالكم، ولا انتم زعما فارطين السيطره في هذه الحومه هذه، ما يقدرش شي واحد يقول لنا بان راكم انتم اللي ارتكبتوا الجريمه ديال السرقه في حق فلان وفلان. اسيدي ماشي حنا، انا غنجيبو الناس اللي كريسيتيو. جابوا داك البنت الخطيب ديالها، هادو هما اللي كريساوكم اسيدي، هما هادو هما هادو، وقفوا علينا وداو النصاك وداو لنا كذا وكذا وكذا وكذا. سمعتوا؟ سمعتوا دابا ولا ما سمعتوش؟ هادوك ما لقاو فين يهربوا. خبرات نيابة العامة، نيابة العامة قالت لهم سيروا قلبوا المنازل ديالهم، مشاو بالامر باش يفتشوا المنازل ديالهم. قلبوا هنا قلبوا هنا، توصلوا للاحياء ديالهم، مشاو معاهم، دخلوا للدار ديال الاولاني، ما لقاو عنده حتى شي حاجة، ما لقاوش عنده شي حاجة اللي هي ديال السرقة، شي محجوزات ما لقاوهمش. غيمشيو للدار ديال الشاب الثاني، اي الشاب اللي كان مشارك توا في الجريمة هادي. فاش مشاو لقاوه ساكن هو والاخت ديالو والام ديالو، ما عندوش الاب ديالو، في واحد المنزل في الحي الشعبي، واحد البيت دايرو بوحديتو. هذاك البيت هو ديالو، ام ديالو واخده واحد البيت هي والاخت ديالو، تيجلسو فيه وتينعسو فيه، وعندهم واحد سيجور صغير، وعندهم واحد البيت كيجلس فيه هاد الشاب هذا. فاش دخلوا لذاك البيت حجزو تما بعض الاسلحه البيضاء، حجزو تما بعض المسروقات، بعد الهواتف، شي شوانط، اي هادوك الجوج كيكريسيو وتلاخر تيخلي عنده، تيخلي عنده داك الشيء فاش كيجمعوا شي حاجه تيديوها يبيعوها. الاخر عنده بحال المتحف ديال السرقه، كيجمع تمايا ولا بغى شي حاجه تيديها يبيعها ليه. مزيان، قلبوا هنا رجال الامن، قلبوا هنا قلبوا هنا، لقاو شي سيكان مازالين جداد، لقاو واحد الصاك ديال البنات، قلبوا فيه غادي يلقاو واحد البيرمي، بيرمي باسم فلان بن فلان، واحد تما من الضباط قالو شي نسول واحد صاحبو، قالو شي نسولك هاد مولا كارت هذا ما
ماشي هو الشاب اللي لقيناه مقتول داك النهار في البلاصه الفلانيه. قال له هذا وهذا الاسم ديالو هذه التصويره ديالو، اش كيدير فهاد اش كيدير لاكارت ديالو فهاد فهاد البسطام هنايا. غادي ياخذوا داك، خداو داك البسطام ومشاو. مشاو جابوا داك الشاب اي الاولاني ما هضروش اي معاه اللي ما لقاو عنده حتى شي حاجه في الدار، عيطوا للثاني اللي لقاو عنده المتحف ديال السرقه. قالوا له كتعرف فلان؟ قال لهم لا سيدي ما تنعرفوش. ما كتعرفش فلان اللي لقاوه مقتول في الحومه ديالك هذه واحد 3 شهور في بلاصه فلانيه ولقاو واحد البنت مقتوله في الدار الفلانيه؟ قالوا لهم لا سيدي ما تنعرفهمش. تاكد ما كتعرفهم ما والو؟ لا سيدي ما تنعرفهمش. تاكد؟ قالوا لهم سيدي ما تنعرفهمش. امسح السما بليك كيكما كنقولوا، طلع للجبل معاه. وقالوا لي ها سيدي نقولوا انت ما كتعرفش اي هاد السيد هذا وما كتعرفش اي هاد البنت هذه، ولكن اش كدير الشنطه او الساك ديال البنات اللي فيه البيرمي ديال هاد السيد هذا اللي لقيناه مقتول هذه واحد 3 شهور؟ وقالوا ما سيدي داك الساك ماشي ديالي. ايوا ديال من لما شفرتيه؟ وقالوا ما سيدي ما شفرتو حتى حد، داك الساك ديال اختي. كيفاش هذاك الساك ديال اختي وكانت حاطاه تمايا؟ اذا هنا اختو عندها شي علاقه بهاد الجريمه هذه. غيمشيو رجال الامن على وجه السرعه للمنزل ديال هاد الولد هذا، غادي يقلبوا على البنت غيلقاو البنت مشات. سولوا ما فين مشات البنت، قالت لهم سيدي مور ما جيتو جمعتو داك الشيء وديتوه، اجمعت الساك ديالها وهربات. وقع البحث، قلب هنا قلب هنا قلب هنا. المهم نختصر لكم، غادي يلقاو هاد البنت هذه في المحطه. السيده غادي تركب شاده الكار، السلام عليكم سما ما كنتي غادي مسافره بهاد السرعه هذه؟ واسيدي جاني شي غفل جاني شي صفر على الغفل وحقا وراني غايه، يلا زيدي معنا بغيناك في شي غرض. غادا ما سيدي غنمشي عليها الكار. قال لا ما تخافيش نوصلوك نهضر معاك شي شويه وغنجيبوك نركبوك في الكار ونوصلوك حنا بيدينا زيدي. مشات معاهم هاد البنت هادي، مشات معاهم لبريكاد. قالوا لها انت كتعرفي فلان؟ قالت لهم سيدي ما تنعرفوش. كتعرفي فلان؟ ما كنعرفهاش اسيدي. مزيان ما كتعرفيهاش. واخا هنا رجال الامن اول حاجه بانت ليهم هاد البنت هادي نفس المواصفات اللي عطاتهم داك مولات الدار وداك السيد اللي تبيع اجزاء السيارات اي داك والبياس. قالوا ما وديها كي دايره البنت هكي دايره نفس المواصفات اللي وقعوا في الدمو. البنت طويله كون في العمر هكا هكذا، لابسه جلابه، الشعر ديالها صفر، بيضه في وجهها، اذا نفس المواصفات. ما كتعرفيش اسيدي ما كتعرفهاش. واش كيدير عندك بيرمي ديالها؟ سيدي ما نعرف. كيفاش ما نعرف؟ اسيدي داك الساك ماشي ديالي راه خايلي جابو، جابو خوها. واش هو معاه؟ قال لهم اسيدي هذا الساك ديالها، هذاك الساك ديالها كتخرج به، هذاك راه الساك ديالها ماشي الساك ديالي. راه تتحطو تمايا، ما عندنا دار صغيره تتحط الساك ديالها غا كتدخل كتلوحو تما. ما سمعتيش كيقول؟ السيده زينات. هنا رجال الامن شنو غادي يديرو؟ غادي ياخذوا الصور ديالها وغادي يمشيو يعرضوهم على ديك السيده اللي كانت كتكري لهم المحال. مشاو لعندها للسجن وراو هاد التصاور. واش هادي السيده اللي كانت كتجي معاه فلان الله يرحمه؟ اسيدي هي هادي، هي هادي شحمها ولحمها مزيان، كانت هادي افادات مزيانه. مشاو عند داك مول المحل ديال البياس، السلام عليكم السلام، واش هادي هي السيده اللي كانت كتجي معاه فلان الله يرحمه عندك؟ اسيدي هي هادي، وهي هي هادي البنت اللي جات معاه الليله الاخرانيه فاش خدا مني الفلوس مع ديك الوقيته ديال المغرب، راه كانت معاه. ولكن شنو لابسه وشنو لابسه وشنو لابسه؟ مزيان. رجعوا لرجال الامن عند هاد السيده هادي هاد البنت، قالوا لها انت كتقولي ما كتعرفيش شي فلان، ما عندك علاقه به، ما عمرك شتيه، ولكن الناس راه مشيتي النهار الفلاني معاه عند مول داك اللي كيبيع البياس ديال الطوموبيلات، كنت معاه فلان الله يرحمه. والسيده اللي كتكريكم المحل حتى هي اكدت لينا وراها في السجن، قالت لك اودي انت اللي كنتي كتجي عنده وكنتي كتجلسي معاه. السيده عرفت راسها صدمت في الغيس كما كنقولوا، صافي ما فيهاش يا ام رحميني. قالت لهم سيدي اللي عطى الله عطاه، غادي نعاود لكم شنو وقع. قالت لهم سيدي انا بالفعل كنت كنعرف هذا الشاب هذا وعندي معاه علاقه، علاقه اللي هي عابره تيجي تنقصرو انا وياه وتيمشي بحالاته. انا عارفه تيجي بشي بياس تيبيعو مشي واحد هنايا، وعارفه مزوج ساكن في المدينه الفلانيه، كنا كنجيو كندوزو ليله زوينه يومين، تيخسر داك البركه تيتهلا فيا تيمشي بحالاته. عاوتاني غير تيجي لهنايا اول حاجه تيسول فيا. قلت له سيدي بقينا على هاد المنوال بحال هكذا، كنتلاقاو تيجي تيتلاقى بيا تيجي تيتلاقى بيا، السيد ولا مربوط فيا، عاد تيدخل للمدينه تيحيط لي انا الاولى، تمشي انا ويا لهنا تمشي انا ويا لهنا. انا عرفت السيد بان واخا نجيب معايا الزيد ما غيديهاش فيه. واحد النهار وانا نجيب معايا صاحبتي، جبت معايا صاحبتي جلسات معايا بقينا تنشربوا بثلاثه بينا، ما عرفت كيفاش وقع خدا النمره ديالها ولا تيتصل بيها.
فاش اتصل بها بدا كيجي للمدينه تيجي عندها نيشان، ما بقاش كيديها فيا انا، ما بقاش عندي، ما بقاش كي لفت لي الانتباه اي داكشي اللي كان كيتهلا فيا وكذا ولا كيعطي لصاحبتي. انا بقى فيا الحال، انا عارفه تيجي للمدينه، عارفه بان تيتلاقى بها وعندي بنات كيعرفوا كذا وكذا وكذا وكذا. خدت لي بلاصتي داك النهار، اي الليله اللي غيوقع فيها الجريمه، جا لهنا للمدينه، عارفه انا تيجي فداك النهار، عرفت القهوه اللي كيجلس فيها حتى واحد اللحظه وانا نخرج فيه. اهلا فلان جيتي وما سولتيش فيا؟ قال لها يلاه جيت انا لقيتيني غنسول فيك. قالت له ما سيدي صافي لصقت فيه، ما بغيتش نطلق منه داك النهار، بقيت غاديه معاه. مشى عند داك مول البياس، دار داك البياس، بقيت لاصقه فيه. مشينا تغدينا، شرينا انا وياه الشراب، صافي جينا عند داك السيده اللي كتكري لنا، مشينا عندها، دخلنا عندها للدار، جلسنا بقينا تنشربوا. هو بدا تيشرب بزاف، انا بديت كنشرب غير شويه، بديت كنشرب غير شويه، انا كانت عندي نيه باش نصفيها ليه. واحد اللحظه قلت له ودي شوف، ودابا راني عارفك بان عندك علاقه مع فلانه وتا هي كتجي وهذا، واغي عيط ليها تجلس معانا. قالت له ما سيدي عيط ليها. جات البنت، جات جلست معانا، بقات كتشرب حتى هي، بديت تنعطيها الشراب، تنزيد لها الشراب. البنت لاشات. واحد اللحظه عرفتهم بانهم سكروا مزيان، هبطت عليه للراس ديالو واحد القرعه، السيد ضاخ. عاوتاني هبطت عليها هي بنفس القرعه، ضاخ تحت الارض، حكم الناس كرانين وطايخين كانوا واصلين. هبطت واحد الموس ذبحته، ذبحته هي وذبحته هو، وضربته في الكلي ديالو باش نصفيها ليهم. شنو غادي ندير؟ عيط للاخ ديالي، قلت له ودي غتجي عندي للبلاصه الفلانيه، راه بغيتك فواحد الغرض. بالفعل جا عندي تيجري، دخل كيلقى جوج ديال الضحايا مقتولين. اشنو درتي؟ قلت له دابا شوف، غادي نشوف معايا الحل. قلت له ما سيدي، بالفعل قبضنا داك الدم اللي كان تمايا، حيدناه مسحناه مزيان، وقبضنا داك الجثث بجوج، حيدنا لهم الملابس ديالهم، خليناهم عريانين، وكنا عوالين باش نديو الولد اللحوه في واحد البلاصه ونرجعوا للبنت نديوها اللحوها. وحنا خارجين بداك الدري بدا تيطلع النهار، اي لقيت هذا الفجر وهذا، والناس غادي يخرجوا ويحصلونا. صافي لحنا في داك الدرب ومشينا بحالاتنا، صافي خليناهم هكاك. كانت هادي الاعترافات ديال هاد المجرمه هادي. هنا غادي يستمعوا الاخ ديالها، الاخ ديالها بالفعل قال لهم سيدي هادشي اللي كاين، هادشي اللي وقع، غير بجوج بكم ارتكبتوا هاد الجريمه سيدي، غير بجوج بينا، وانا اللي هزيت داك السيد ولحتو تما. وهي اعترفت بان دات بعض الوثائق ديالو، داتهم له، ودات بعض الملابس ديالو ملحتهم في شي قنت، ولكن البيرمي ديالو بقى عندها في الصاك. هذا هو اللي كان سبب ديال اكتشاف هاد الجريمه هادي. وشو كيما كنقولوا جريمه كتكشف جريمه واحده اخرى، غيتقدموا للعداله هاد الجوج هادو، اي هاد المجرمه والاخ ديالها المجرم، ويتحكموا بالعقوبه ديال المؤبد. اما هذاك الشريك ديال خوها غيتحكم بالعقوبه ديال 5 سنوات بالسرقه، ومولات الدار ديال الدهاره غتحكم بسنه من السجن النافذ. متابعينا الكرام، كانت هذه قضيه اليوم وهذه جريمه اليوم. الجريمه ديال اليوم هي جريمه مجانيه، ما كان عندها لا هدف ولا شي حاجه، الغيره على واحد كان كيدور مع وحده وداتها للاخرى، حسابات ديال البنات اللي هما هادو، راح الضحيه ديالها هاد الشاب هذا اللي كان كيسرق داك البياس وبات قصر به وكذا وكذا وكذا. اذا كانت عجبتكم الحلقه او عجبكم المحتوى، حاولوا تبارطاجوا مع الاصدقاء ديالكم، وتكثروا لنا من لايك باش نوصلوا في نشر هذا المحتوى. كما كنقول في نهايه كل حلقه متابعينا الكرام، الله يبعد علينا وعليكم شر الخلق، يبعد عليكم المدرجات والحاجه اللي خايبه، والانسان يحاول يستفد من الحلقات هادو وياخذ منهم العبره وما يطيحش في المحظور. والى هنا تنتهي هذه الحلقه، نتلاقاو في حلقه قادمه، ودمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.